اوعي تسيب البنت بعد كده، معاها ليل ونهار، هقتلك لو سبتيها تاني. كنت في حمام يا فندم والله. حمام ايه ونيلة ايه؟ ما تسيبهاش، انا هجيب لك واحده تانيه تساعدك. انت وهي ما تسيبوش البنت لحظه واحده، انت فاهمه؟ يلا امشي. ممكن تفهميني ايه اللي انت بتهببيه ده؟ يا هانم يا هانم اتردي عليا. انا مش عايزه اتكلم. نعم مش عايزه ايه؟ انت مهمله، انت مهمله وعايزه تموت البنت. سلمك كده حاسك متغيرة في ايه يا خلود؟ ها في ايه؟ معقولة مش عارفة انا متغيرة ليه؟ ياه كل ده علشان بشتغل؟ عايزاني اقعد جنبك ها؟ صح؟ انت عارفه ان السياحه ما بتجيبش همها دلوقتي، انت عارفه، وانا لازم اشتغل، لازم اوصل يا خلود، ولا عاوزاني افضل طول عمري امد ايدي لابوكي؟ ها هيكون راح فين يعني؟ اتبخر ولا ايه؟ سند فين يا محمد؟ سند عمال تضحك انت ومش عارف ايه اللي بيحصل لي، انا ميت من الخوف. هتموت. ايه اللي واجب يحصل في واحد زيي؟ مش كفايه اذيت البنت وخليتها مدمنه؟ هي اللي عندها استعداد. مفيش حد بيأذي واحده محترمه. بقول لك يا سند، انت محترمه غصبا عنك. احنا اللي مالناش لا مله ولا ضمير. مش فاهم. انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز اغور من هنا. تغور؟ ما هو اكيد مش هيسيبك في حالك. اول ما هيعرف ان انت خلعت قبل ما تخلص هيدبحك. انا ماشي. راح فين؟ عايز نصيحه مني؟ روح له على الفندق حالا ودلوقتي حالا. الكلام ده سند قبل ما يعمل كين. خلاص بقى وحش، لو قربت منه هيهبشني. طب هتروح فين دلوقتي؟ هتروح فين؟ براحتك. محمد كله تمام؟ استاذ خلاف انا اسفه، بس انا كان لازم اقول لحضرتك خصوصا وهي في الحاله دي. انا ضميري المهني. لا ضميرك المهني ولا مش ضميرك المهني، خلاص انتهينا.
في حد يعرف غيرك الموضوع ده؟ ما اعرفش، بس انا مش هقول لحد طبعا. طيب بصي، الموضوع ده نقفل عليه خالص خالص، مش عايز اي حد يعرف عنه اي حاجه. انتهينا، شكرا، شرفتينا، مع السلامه. بودرة ماشي. ايوه، لا قفلت عليها الاوضه. ايوه حصل، وموقف ثلاثة حراسة. لا البت مع الشغالة في مقال تاني. ايوه بقول لك مدمن، بقول لك مدمنة، مدمنة هيروين. اما بتاخد اكتر من جرامين في اليوم، جرامين هيروين. اعمل لها ايه يعني؟ ابوها يجي يشيل قرفها بدل ما هو رايح يتجوز. تبقى حمار. ابو هبه لو عرف ان بنته مدمنه هيخلص عليك انت وهيطلقها منك. امال ليه يودي بنته؟ جدع، نعالجها احنا في السر لحد اما تخف وتتحسن، لكن لو ابو هبه شم خبر احنا اللي هنخسر. يا ابني اسمع كلامي، ولا حتى ابوك لو قلت الحكم هيسيح ويقول لابوها انا عارفاه. طب استنى استنى، هي حبله ولا طب ربنا يسهل. ماشي، خد بالك من نفسك ووقف شغل اليومين دول لحد ما تفوق. طيب مع السلامة. سلام. عطية دي اشمعنى يعني؟ هو احنا ما وراناش غير عطية ولا ايه؟ هيعدي علينا بعد ساعة. انا مش جاية يا حكم، انت وابنك هتحطوا ايديكوا في النار. لا نار ولا جنة، ولدك بيتصرف صح. يبقى ما تعرفش اخوك كويس. انت اللي ما عرفاش قيمة جوزك زين. جوزي؟ لا يا اخويا عارفاه. كبير حضرتك مشغول، الجوزة ما فيهاش حجر. بطل رط، حط الحجر وخلص خلص. حضرتك مين؟ انا مش فاهم حاجه. انا اللي هريحك من اللي تعبك، وهريح البنات من دوشتك وقله ادبك. ابص رجلك، انا اسف. بص هقول لك، انا عندي فلوس كتير قوي محوشه، وفي كمان عربيه واقفه بره، خدوها بقى. اهدى شويه عشان العمليه تنجح من غير ما تودع. عمليه ايه؟ انا مش عيان، انا سليم. انت عارف مين ده؟ مين؟ متعرفش مين ده؟ لا. ده عمك مليجي، عمك مليجي، ده افضل واحسن حلاك صحة في الكوامل كلها. متنساش عم مليجي، بعد الجز متنساش المضاد الحيوي عشان الجرح.